عقدت الجوله الثانيه من المشاورات السياسيه بين مملكه البحرين وكندا برئاسه الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد ال خليفه وكيل وزاره الخارجيه للشؤون السياسيه وسعاده السيده ساندرا ماكارديل مساعده نائب وزير الشؤون الخارجيه والتجاره وتنمية. وخلال الاجتماع اكد وكيل وزاره الخارجيه للشؤون السياسيه حرص مملكه البحرين على تعزيز علاقات التعاون والصداقه الوثيقه والمتميزه مع كندا وتنميتها في مختلف المجالات السياسيه والامنيه والاقتصاديه وتبادل الخبرات في شتى القطاعات، وناقش الجانبان القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك وافاق التعاون الثنائي وتعزيز الشراكه الدوليه في ضمان امن الملاحه البحريه ومكافحه التطرف والارهاب وترسيخ الامن والاستقرار والسلام في منطقه الشرق الاوسط والعالم